بسم الله، مقطع جديد في فتح باكجات. عصرت اسبوع كامل وانا بحاول اجمع خلص ايدك، الباكجات. شجع الشباب، بالله عليك يا ايتا، شجع الشباب. طبعا باكجات كتير جدا جدا جدا، حوالي تقريبا حوالي بتاع 100 باكج، بس انا الاختيارات مش قصه. هنبدا ناخد اول واحد زائد 84، نفتح ونشوف. حلو، قبلك كويس، ريت كويس، بدايه مبشره، Only it's بس انا only بحاول game. اقنع نفسي ان هي لعبه الاول والاخر. باكج 84، نشوف الباكة اللي زائد 3 زائد 85. أنا فارس يعني، عايزين يعني حاجات أعلى، متوقعين حاجات أحسن. يعني الباقي المكة المتحولة الله أكبر عليك، إيه الحلاوة دي؟ طب أقول مين؟ أختار مين أنا؟ في 94 ولا ده حلو، ناس كتير بتقول له كويس، بس أنا عايز دوري فرنسي. انا هنختار تيلسون او ويكون ريت في الفريق. هو طبعا في 94، بس تيلسون ممكن يلعب اكيد. انت حثالة المصطنع يلا مش وطفلة مشكلة، الحجرة. فاكير كويس. أنا هو مش عندي في النادي فعايزه. مين دول؟ مين دول؟ مين دول؟ يلا تريبير، ونشوف اللي بعد كده. يعني ثلاثة مش مبشرين، ونشوف اللي بعد كده. بالك شايف المقطع اللي جاي هعمل لك حاجة خرافية جدا، فركز في المقطع اللي جاي ان شاء الله. باكات طبعا انا عندي 25 باك، كان 100 باك، انا فتحت باكات كتير ما جاليش حد، فنحاول نفتح الباكات الباقية مع بعض. حبيت انا اعمل فيها شوية مونتاج كده، فياريت تعمل لي اشتراك، انا محتاج ان انا الدعم عشان اقدر استمر في المحتوى بتاع فيفا عامة، واستمر في المحتوى بتاعي. ونبدأ ناخد الباك اللي بعد كده، كلها صفرة. أنا مش عارف في إيه النهاردة، إيه مش يعني. طب أقول إيه طيب؟ يعني غيرت اللغة برضو مش نافع، طب أعمل إيه؟ أغير المكان كله ولا أعمل إيه؟ أنا مش عارف. باكة زائد 81، أنا مغير اللغة إلى الروسي عشان فيها باكات كويسة. يعني أنا صراحة متعود إن أنا أفتح بالروسي يعني. نقطة بره، يلا مش مشكلة. اللي بعد كده هنشوف. طب يعني اعمل ايه بموبيلي دلوقتي؟ والله حلو. وين ده؟ وين يا شباب؟ ده وين صح؟ والله حلو، بس طبعا اظن انه مش غالي، يعني هو بيلعب في الثلاثينات اربعينات حاجة زي كده، بس كويس. يعني فتحت الشبكات وخد بالك من اللي جاي. ركز بقى، اصحي يا فيفا معايا، اصحي ونشوف. نفتح برضو مكرر. يا اخي والله انا ما عارف اوديك فين، جالي ولا 60 مرة. طب هنعمل فيه بقى؟ روح نعمل تحدي وهنرجع لكم تاني ونكمل فتح البكي. انا عملت تحدي 86 الهيرو، طبعا ابني اللي قال لي اعمل التحدي ده وانا مش هكسفه، عملته طبعا كده، كان مش عايز منه حد، بس هو عشان الريتات اللي عندي. ونفتح ايه ده بقى؟ طب ايه ده يا يعني؟ خرج طب ايه ده؟ شنو هذا؟ اربع لاعبين مكررين وريت عالي، يعني اقل واحد فيهم 86. طب اعمل ايه؟ طيب خد نفسه برضو الحارس، وهنمشيه في تشكيله ونرجع لكم تاني. خد بالك انا هتعب كتير في موضوع فتح الباكات دي، لان موضوع المكررين عندي كتير. عملنا الباك ال 89 هيرو، طبعا الباك اللي فات كان 86، دي 89 هيرو، واحد من خمسة 89 هيرو، ونشوف. يعني فولر لو جاي لي قبل كده اقول لك ماشي، انما دلوقتي اعمل بيه ايه؟ يعني انا اعمل بيه تمن تقريبا حوالي 100,000، بس انا مش هيفيد معايا في النادي، هو بس ممكن يمشي ايه في ريتات لو حبيت ان انا امشيه في تحديات او كده، غير كده اوسخ مش من عارف كده مفيش. ايه ما تستعبط معانا ولا ايه، مش عارف. بس طبعا انا مش على فكره، بس مش انا بس، ده معظم الناس على اليوتيوب وكده حظهم وحش الاسبوع ده كتير، فانا حبيت اعمل مقطع يعني فكاهي شويه، تحس ان انت تستمتع بفتح الباكه زي ما الناس كلها بتعمل. في باكتين حلوين، الباكة دي والباكة التانية. نفتح كده برضو أصفر،
طب يعني ممكن يكون في حاجة وراه؟ ممكن يعني ممكن ايه ده بقى؟ طب ايه ده؟ يا ابني ارحمني يا ابني ارحمني، حرام عليك، مش عارف المكرر مالهم. طب يعني جبنا لاعب مش مكرر عندي، لازم المكرر. نفتح بقى الباكة بتاعة الايه السكواد بطل، اظن الباكة دي باكة حمراء وتجيب لك حد احمر، فيعني انا عايز حد احمر فيها. طبعا دي انا فتحت اي باكة كده عشان افتح الباكة اللي انا المفروض عامل المقطع عشانها اصلا، ونشوف مين اللي يجيلي. يا رب يجي لنا حد كويس. آه يعني هباكة حمراء من اسكواد بطل، طبعا لعبنا اسكواد كتير. نفتح بسم الله. يا عالم يا عالم، نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. اعمل نفسك ميت، طالما اعمل انت نفسك وصلت ميت. للمرحلة دي من الفيديو، يعني انت الفيديو عجبك، متنساش بقى تعمل لايك واشتراك. سلام عليكم.